رحمة الله. نكمل حل كتاب جيم للصف الثالث الإعدادي الترم الأول عام دراسي 2025. إن شاء الله أسئلة على الدرس الثالث والرابع من الوحدة الأولى صفحة 39. هنكمل بأربع كلمات من ضمن ست كلمات. هنا أول حاجة the Cairo Metro is the fastest from off space in the capital. كايرو مترو اللي هو مترو القاهرة هو أسرع وسيلة من وسائل المواصلات يبقى ترانسبورت نمبر 1. It is the space metro system in Africa and the Arab world. يبقى first إنه أول نظام للمترو موجود في أفريقيا والوطن العربي. It was opened in 1987 افتتح سنة 1987 as line 1 from Helwan to Ramses Square with a length of 29 kilometers. It carries nearly 4 million passengers. هي بتحمل حوالي 4 مليون راكب per day لليوم. The system consists of three lines numbered from 1 to 3. It's an easy and space way to go around the city. إنه طريق سهل وإيه كمان؟ معذرة زي ما قلنا لو في صوت أغاني في الشارع أو حاجة بقفل الفيديو لحد ما يمشي. يبقى هنا قلنا ان هو طريق سهل وايه كمان للدوران حول المدينه او اللف داخل المدينه يبقى كومفورتبل يعني مريح نقدر بعد كده الباسج اقراه وارجع اهلا. بعد كده هل اسئله الباسج السؤال الاول ذا فيستيفال از هيلد ان اوغست الاحتفال او المهرجان يقام في شهر اغسطس. ذا اندرلايند برونون ات ريفيرز تو ضمير ات يشير الى فيستيفال المهرجان. The festival supports local business. إن المهرجان بيدعم المشروعات المحلية. السؤال الرابع What is the main idea of the text؟ ما الفكرة الرئيسية للفقرة؟ The إسماعيلية مانجو فيستيفال مهرجان الإسماعيلية للمانجو. السؤال الخامس هقوله دلوقتي How does the governorate celebrate؟ كيف تحتفل الحكومة المحافظة؟ هقوله دلوقتي من فوق. السؤال السادس Do you think that the festival is useful for the city؟ هل تعتقد ان المهرجان مفيد للمدينة؟ موجود هنا في السطر الثالث السطر ده اهيت It attracts more tourists هي تجذب الكثير من السائحين and supports local business وبتدعم المشروعات المحلية او يقصد يعني المحلات المحلية. طب هنا بيقول لك المحافظة ازاي بتحتفل؟ هنجيبها من القطعة اللي هو السؤال الخامس. هنا دهيت the festival has many events such as road shows with the mango shaped cars بيعمل شكل عربيات على ايد مانجو cutting competitions and musical shows ومهرجانات موسيقية. بعد كده يبقى كده السطر الثالث ونص بعد كده أسئلة الاختيارات space is something you can use to follow directions هو شيء بتستخدمه يقوم باتباع الاتجاهات يبقى كده دي معايا الخريطة. السؤال الثاني A space is someone who is traveling but not driving هو الشخص الذي يرحل أو يسافر ولا يسوق يبقى passenger اللي هو الراكب أو المسافر. الإجابة للترسيب. السؤال الثالث You should look left and right when you space the road يجب أن تنظر يسارا ويمينا قبل أن تعبر الطريق يعبر قوس. الإجابة للترسيب. السؤال الرابع she lives in a high building with many هي هو بيعيش لا هي بتعيش في مبنى عالي في كثير من ايه كثير من floors الطوابق. الاجابه لتر ايه. السؤال الخامس the lesson starts at 10 to 9 الدرس الحصه بتبدا الساعه 9 الى 10. the synonym of start is المرادف كلمه start يبدا المرادف يعني الكلمه اللي بتساويها يبقى begin. الاجابه لتر دي. بعد كده إن شاء الله السؤال السادس. السؤال السادس exhibit is a verb but the noun can be formed by adding the suffix هخليها exhibition اللي هي معرض يبقى هضيف لها ation اللي جايبها لتربية. بعد كده أسئلة التصحيح the train arrive هتبقى in Luxor at 7 o'clock every day كده طالما مضارع بسيط عشان بقى قلت الوقت مع المواصلات يبقى كده فعل هضيف له اس عشان ترين المفروض يبقى الرئيس يصل. السؤال الثاني What time does your lesson tomorrow؟ هنا your lesson tomorrow هنا ما هو وقت الدرس بتاعك في الغد تمام. هنا عندي برضو مضارع بسيط بس ما ينفعش استخدم does ولا do طالما ما فيش فعل في المصدر فهنا استخدم verb to be
Your lesson المفروض تاخد اسم. متى يكون الدرس الغد؟ سمر gets up early and have breakfast. هنا بيتكلم على الروتين في مضارع بسيط. سمر مفرد فبدل have هتبقى has. يبقى سمر بتستيقظ بدري وبتتناول الفطور. السؤال الرابع looks your plane arriving at 9:30. برضه هنا مواعيد يبقى كده arrives عشان ده مضارع بسيط ولوكس يور بلين مفرد فبضيف للفعل اس. هنا طائرة لوكسور تصل الساعة 9:30. I space my friends at 5 every day, every Friday, every Friday بتدل على المضارع البسيط و I بتاخد فعل في المصدر فتبقى ميد من غير اي ان جي. انا اقابل اصدقائي الساعة 5 كل يوم. بعد كده الدرس الخامس والسادس صفحة 47 اكمل باربع كلمات من ست. I can't wait for our adventure at the Ormond Garden. مش قادر انتظر مغامرتي في حديقة الأرمان. We are leaving at 9 a.m. احنا هنغادر الساعة 9 صباحا to get there عشان نصل هناك. We space everything يبقى احنا كده جهزنا كل شيء يبقى arranged. Number one. I knew amazing things about the garden from people who wrote online. انا عرفت حاجات عن رائعة عن الحديقة اللي كتبوا على الانترنت. كتبوا ايه بقى؟ يبقى كتبوا كده مراجعات يبقى reviews يبقى رقم 2. They say it's huge and there are so many things to see. هما بيقولوا ان هي ضخمة ويوجد كثير من الاشياء الجميلة ان انت تشوفها يبقى lovely. Number 3. So don't forget to wear comfortable shoes. Our bus is based at 8 o'clock. الأتوبيس بتاعنا هيغادر الساعة 8 يبقى leaves number 4. بعد كده الاختيارات ان شاء الله. عادل was born in 1981. عادل اتولد سنة 1981 which was in the last في آخر ايه؟ في آخر قرن century. الإجابة letter D. السؤال الثاني as base is a person who enjoys growing flowers or vegetables. هو الشخص اللي هو بيستمتع بزراعة الزهور والخضروات gardener البستاني. الإجابة letter B. السؤال الثالث my secretary will phone you to space for a meeting. سكرتير الخاص بي هيتصل بيك عشان يجهز او يرتب الاجتماع يبقى arrange. الإجابة letter D. السؤال الرابع we add the prefix to the adjective polite to get the opposite. احنا بنضيف prefix في بداية الكلمة عشان نجيب عكس كلمة polite مهذب يبقى I am impolite. السؤال الخامس we had a fantastic picnic at the beach. احنا قضينا نزهة رائعة على او نزهة مذهلة على الشاطئ. the antonym of fantastic عكس كلمة fantastic رائع يبقى horrible فظيع. الإجابة لترسيب. السؤال السادس is the pretty things that people wear such as rings necklaces. هي أشياء جميلة بيرتديها الناس مثل الخواتم والعقود يبقى كده jewelry مجوهرات. الإجابة للترسيب. بعد كده السؤال السابع the children played space today because it was very hot outside. الأطفال بيلعبوا بالداخل لأن الجو حار يبقى هنا هتبقى on doors بالداخل. إجابة للتربيه. السؤال الثامن we form the noun of the verb invite by adding the suffix. احنا بنعمل اسم من فعل invite بن invitation اللي هي بمعنى دعوة. الإجابة letter D. بعد كده السؤال التاسع space is pots, plates, cups that are made from clay. هي عبارة عن الأواني والأطباق والفناجين المصنوعة من الصلصال pottery الفخار. الإجابة letter E. السؤال العاشر the forest is full of space animals like lions. الغابة مليئة بحيوانات ايه مثل الأسود حيوانات متوحشة او برية. الإجابة letter B wild. السؤال 11 they don't agree a date for their wedding party. هم لم يوافقوا على تاريخ الحفلة حفلة الزفاف يبقى هنا on. الإجابة letter E. بعد كده المحادثة في صفحة 48 باسل suggests meeting up and playing a computer game. باسل بيقترح المقابلة ولعب ألعاب الكمبيوتر. هاي طاهر أهلا يا طاهر would you like to meet up tomorrow. تحب نتقابل بكرة. هاي باسل أهلا يا باسل that would be great. هذا هيكون شيء عظيم. بعد كده هيسأله سؤال هيقول حاجة بعد كده يقول له I hurt my leg. أنا أصبت رجلي so I can't play sport. كده هيقول له يلا مثلا نروح للنادي يلا نروح نلعب رياضة. هيقول مثلا shall
we